اسمها نابل بودية اللي نشأت من اليقظة ديال بودة تحت شجرة البيبال هذه 2500 عام. إذن فمع بودة غتبدأ البودية، ولكن شكون هو بودة؟ أولاً وقبل كل شيء، بودة ماشي اسم عالم، هو صفة لتتوصف أي إنسان عنده معرفة، تتعني كذلك الإنسان اليقظ، أي الإنسان اللي فاق من الحلم ديال الحياة وقد أنه يشوف في الوجه ديال الحقيقة. اللقب ديال بودة تعطى لواحد الشخص للإسم ديالو الأصلي سيدهارتا والعرقي ساكياموني اللي تتعني الطاقة. ساكياموني تولد عام 565 قبل الميلاد، كان أمير ديال واحد المنطقة اللي ستتواجد بالجنوب النيبال وشمال الهند. فاش تنظروا للظروف المعيشية ديالو تتقدر تجينا الفكرة أن كانت عنده واحد الحياة هادئة وسعيدة نوعا ما، ولكنه على حسب التأريخات كان من الواضح أنه ما كانش راضي على الحياة ديالو. القصص اللي تلقاو في المخططات البودية تتكلموا على واحد النوع ديال الأزمة نفسية اللي غادي تأدي لواحد اللحظة حاسمة اللي فيها الأمير الشاب اللي في عمره 29 عام ساكياموني غيعيش ما يسمى 4 ديال الرؤيات. الأسطورة كتقول أنه في واحد الصباح ساكياموني طلب من السائق ديال العربة باش يخرجوا في جولة في المدينة. أثناء ديك الجولة غيعيش ما يسمى بالرؤية الأولى، غينتابه لواحد الراجل كبير في العمر. على حسب القصص عمرو انتبه للمسنين من قبل، لأنه يا إما كان ديما محبوس في القصر، الشيء اللي ما خلالوش فرصة يرد البال للناس آخرين وينفتح على الحقيقة ديال العالم، يا إما وخاص بقلو شاف من قبل رجال ونساء مسنين كانت هذه أول مرة اللي غادي تدارك هذه الحقيقة. بعض الأحيان تنظروا لشي شيء وكأننا شفناه لأول مرة وخاص نكونوا شفناه أكثر من 1000 مرة. ربما هادشي اللي وقع لساكياموني، تدارك الظاهرة ديال الشيخوخة لأول مرة في حياته وغادي يسول السائق ديال العربة شنو هو هذا؟ السائق غيجاوبو هذا راجل كبير في العمر، عاود سولو علاش هو منحني بهذه الطريقة وتبان فيه بزاف ديال الضعف. السائق عاود جاوبو هادشي طبيعي، البشر كلهم تيدوزو من هذه المرحلة. عاود ثاني سولو واش غيوقع لي بحالو حتى انا؟ السائق حس بنفسه انه مضطر يجاوب وهو يقول له اه، واخا انت باقي دابا شاب واحد النهار غتولي كبير في العمر وغتولي بحالك. هاد الاجوبه ديال السائق غينزلوا على بودة ديال المستقبل بحال الصاعقه، وغادي يعطيه واحد التعليق غادي يقول شنو هي الفائده من هاد الشباب اللي تنعيشوا دابا، والفائده من هاد الحيويه وهاد القوه هادي الا كان كل شيء غادي يتسلى بهاد الطريقه. الرؤية الثانية تتعلق بالمرض، كان وكأنه عمره ما شاف شي إنسان مريض من قبل، وهو يستوعب أن جميع البشر عرضة لأمراض مختلفة، لهذا كانت تتوجب عليه يواجه الحقيقة ديال أنه مهما كان صحيح وقوي وحيوي تيمكن له يتصاب بشي مرض في أي لحظة. الرؤية الثالثة كانت فاش ينتبه لواحد المسيرة ديال الجنازة من أجل نقل ديال المتوفي للمكان اللي فيه تتم حرق الجثث. هاد الشيء تتشاف كل نهار في الهند. ساكياموني شاف هاد القضية وهو يسول عاوتاني السائق ديال المركبة شنو هاد الشيء؟ السائق جاوبو هذا غير واحد الميت. سولو كيفاش ميت؟ شنو وقالو؟ السائق غيجاوب كيف ما تتشوفو ولا قاصح بلا حراك، ما تتنفش، ما تيشوفش، ما تسمعش، لأنه مات بكل بساطة. ساكياموني تقطعت فيه النفس وهو يقول واش هاد الموت كتوقع لكل إنسان؟ السائق تنهد وجاوبو للأسف آه. ساكياموني درك واستوعب أن هادشي غيوقع له حتى هو، هاد الإدراك حتى هو غيضربو بحال الصاعقة، لأنه شاف واحد الحقيقة اللي ما كانش إطلاقا تفكر فيها، أن الإنسان ما تيبغيش يكبر في السن وما تيبغيش يمرض، ولكن ما يقدر يدير حتى شي حاجة باش يمنع الظواهر. لهذا تبدا يتساءل كيفاش أنا موجود هنا؟ أنا هنايا بالفضل ديال الرغبة في العيش والاستمرار في الحياة، ولكن في النهاية غادي نلقى الموت. علاش؟ شنو المعنى ديال كل هاد الأشياء؟ علاش كاين هاد اللغز؟ هاد الغموض؟ علاش تم الخلق ديالي بهاد الطريقة؟ باش نموت بهاد الطريقة؟ واش الله هو اللي مسؤول على هاد القضية؟ واش كاين شي تفسير في شي بلاصة؟ علاش كل شي تيأدي بواحد الحتمية للمعاناة والمرض والموت؟ بدا بالأسئلة والاستجوابات ديال كل ما تيتلقى في طريقه من حكماء، سادة، من متأملين، من كهنة، وحتى جواب ما كان ترضيه. كان على بودة المستقبل أنه يتعامل ويواجه التساؤلات وهذه الحالات الوجودية، لهذا بدأت يتعمق في التحليل وفي التأمل والتفكير. هنا غادي يعيش الرؤية الرابعة، غادي ينتبه لواحد الرجل تيتمشى في الشارع هز واحد الوعاء ديال الصداقات، وكان تيبان فيه واحد الهدوء والحكمة والراحة والسلام، لدرجة أن ساكياموني غادي يقول مع راسو هذا الرجل يقدر يكون تعرف، ربما هذه هي الطريقة باش حتى أنا غلقى أجوبة للأسئلة ديالي، ربما خاصني ندير بحاله نقطع كل الروابط وكل الأشياء الدنيوية اللي متعلق بها ونمشي باش نقلب حتى أنا على الحقيقة كما دار هذا الراجل. يمكن بهذه الطريقة هذه غادي نرتاح وغلق جواب الغموض هذه الحياة.
مرهب شوية غيودع الزوجة ديالو وولدو اللي كان ناعس في ديك اللحظة. ما كانش سعيد بهذا القرار، ولكن كان حاس أنه مضطر يمشي بحاله، لهذا بقى غادي حتى وصل النهر اللي تجسد الحدود ديال الإقليم ساكيا. تما غيسمح في الحصان والملابس الملكية ديالو، غيقطع اللحية والشعر الطويل اللي كان عنده باش يولي بحال أي رجل بسيط وبدون مأوى، تتجول وتقلب على الحقيقة. هاد الشي اللي دار عنده واحد المعنى كبير فيما يتعلق بالنفسية ديال الإنسان، لأن هاد الشي يعني القطع ديال ديك الشي اللي تتسمى العلاقات الدموية والتربية ديال الأسرة، باش يقدر يخدم على التكوين ديال الذات الخاصة دياله والمصير الروحاني الخاص به بواحد الطريقة حرة ومستقلة وبدون تأثير ديال المحيط اللي داير به. غادي يحاول إذن دابا يوصل الهدف دياله اللي هو العثور على الحقيقة. هاد البحث غادي يدوم لمدة 6 سنوات. بقى غادي من مكان لآخر، جرب العديد من الممارسات وانفتح على بزاف ديال الأفكار والتقاليد والعادات، ولكن مازال ما لقاش أجوبة للأسئلة ديالو وما بلو حتى شي معنى وهدف من كل ديك الممارسات وديك الأشياء. وصل في الأخير لواحد المنطقة زوينة على الضفاف ديال واحد النهر في جنب واحد الحديقة. غادي يجلس في الظل ديال واحد شجرة كبيرة سميتها بيبالا، اللي ولات من داك الحين تتعتبر شجرة مقدسة. كنعبر على انه واخا الجسد ديالو يتهلك والدم ديالو يجف، ما غاديش ينوض من تحت ديك الشجره حتى يولي في القمه ديال اليقظه، وهو يدخل في واحد الحاله عميقه ديال التامل والتركيز باش يحاول يفهم ويتحكم في الكيان ديالو ويطهر نفسيته ويحيد ديك العوائق والتشوهات المتراكمه في الذهن ديالو. وفي واحد ليله اكتمال القمر في شهر ماي، في ديك اللحظه ديال ظهور نجم الصباح، كانت هذه هي اللحظه اللي غادي يحس فيها انه وصل لديك الصحوه واليقظه الكامله اللي كانت يتسنى من شحال هادي. وهذه هي اللي كانت النهايه ديال داك البحث اللي دام 6 سنوات. صعيب يتم الوصف ديال هاد النوع من الحالات، هاد الحاله ديال اليقظه نقدروا نقولوا انها عباره على واحد الحكمه كامله، ونقدروا نقولوا انها تتجسد النظر في الوجه ديال الحقيقه. ولكن اللي احنا متأكدين منه أنه في ديك اللحظة بالضبط ساكيا موني غادي يولي بوذا، أي الشخص اليقظ المستنير. بوذا ما كانش تبقى بشكل دائم في نفس المكان، كان تسافر في جميع أنحاء شمال شرق الهند، لهذا بدأت واحد الجماعة روحانية تتكبر تدريجيا. كان عنده واحد العمر اللي هو طويل، ولا بوذا على 35 عام وعاش حتى 80 عام، دوز 45 عام ديال التنوير والحياة الحركية والنشر ديال التعاليم والأفكار. كانت تعتبر من أشهر وأعظم الأساتذة الروحانيين اللي كانوا في الهند في ديك الوقيتة. بوذا كان تعلم وتستقبل كل الأشخاص، من براهمانس، أغنياء، أمراء، ملوك، فلاحة، تجار، متشردين وحتى نساء الليل. فاش فرق الحياة، عشرات الآلاف ديال التلاميذ، رهبان وعلمانيين، رجال ونساء، غيديروا حداد على الرحيل ديالو. هادو إذن كانوا هما الخطوط الكبيرة ديال السيرة التقليدية ديال المؤسس ديال الفلسفة العظيمة اللي تتسمى البوذية، كاين اللي تعتبرها فلسفة ديال التأمل والوعي الذاتي، وكاين اللي تنظر لها على أنها الديانة اللي فيها تسود الجانب الروحاني واللي ما عندهاش واحد تأثير مباشر على المجتمع، ديانة اللي ما فيهاش الإيمان وفي نفس الوقت متسامحة مع باقي الآلهة والديانات، غير هي ما تقومش بالحث على العبادة والتبجيل، تتمركز على العقل في التقديم ديال العالم وفي العمل مع هذا العالم، تتأكد على الملاحظة وعلى التأمل ديال الأنا. كان بزاف ديال المدارس البوذية، ولكن هاد المدارس متسامحة مع بعضياتها، تعتبروا أنهم هما الجوانب التكاملية ديال كل فلسفة البوذية. من أهم السمات اللي تتميز بوذا على المعلمين الدينيين الآخرين هو أن بوذا كان إنسان عادي وما عنده حتى شي علاقة بالله أو شي رسالة سماوية، وحتى هو ما كانش تعتبر راسه لا إله ولا تجسيد ديال الإله أو نبي أو منقذ ديال الإنسانية، كان بكل بساطة إنسان يقظ ومتفوق بالعقل دياله، قدر أنه يولي بوذا بدون المساعدة ديال حتى شي واحد واعتمادا فقط على المجهودات المتواصلة والشخصية دياله، قدر يوصل لأعلى مكين في العوالم الروحانية والفكرية، وقام بالإثبات ديال الوجود ديال واحد الأمل وواحد القوة لا متناهية لداخل ديال كل أشخاص، ثبت أنه خاص غير يتم التطوير ديالها من خلال الجهد البشري الشخصي فقط. لهذا فنقدر نقول بوذا على أي شخص قدر ينظر للحقيقة ديال الكون والوجود في الوجه ديالها، وقدر يوصل لواحد النسبة متفوقة في الوعي الذاتي، أي شخص تتسم باليقظة وعنده واحد الشخصية متزنة ومثالية. فاش بوذا قدر أنه يفهم الغموض ديال هاد الوجود، كانت بالنسبة له هذه هي البداية المهمة ديالو، لأنه قرر يخلي البشرية كلها تعرف الحقيقة ديال الأشياء اللي قدر يوصلها من خلال التأمل الطويل اللي دار.
غادي يغادر المكان اللي تنسميوه دابا بوسكايا ويمشي على بعد 150 كيلومتر باش يجمع التلاميذ ديالو اللي تفرق معاهم في الماضي فاش مشى يتامل تحت من الشجره ديال بودي باش يتقاسم معاهم الاكتشاف اللي دار بما انه لقى الجواب لاهم سؤال في الوجود. غادي يلخص هاد الجواب في اربع حقائق نبيله هامه تتمركز اساسيا على الحكمه والمعاناه الانسانيه. تقريبا كل التقاليد البوذيه تتعتبر هاد الحقائق باربعه هي الاساس ديال التعليم البوذي. سهل باش يتم الفهم ديالها فكريا، ولكن الفهم العميق ديالها ما غادي يكون ممكن الا عند شي واحد للحريه النفسيه ديال توصلات لواحد المستوى محدد. الحقيقه الاولى هي ان المعاناه كاينه وموجوده في هاد الحياه. الحقيقة الثانية، السبب المعاناة هو الرغبة اللامتناهية. الحقيقة الثالثة، من الممكن تخلصوا من المعاناة. الحقيقة الرابعة والأخيرة هي أن الوصول لنهاية المعاناة ممكن بالاتباع ديال الطريق النبيل أو المسار الثماني. في الجزء الثاني من هذا الفيديو غادي نشوفوا عن قرب هذه الحقائق بالإضافة للخطوات الأساسية من أجل الوصول للحكمة والراحة النفسية.